بسم الله الرحمن الرحيم. جات لي اسئله كتير من البنات والستات، هو احنا هنفضل طول عمرنا نعمل جلسات اعاده على ليزر ازاله الشعر؟ طب يا ياسمينه، انا بعد ما هخلص الجلسات الشعر اللي هيطلع لي هعمله كده بحته سويت. يا لهوي. طيب هو انا بعد ما هعمل الجلسه هدهن؟ لو انا بعمل جسمي كله هدهن جسمي كله كريم؟ ايه كمان الاسئله اللي جات لي؟ هي درجة الليزر المناسبة ايه؟ كمان ايه الكريمات اللي بنستخدمها بعد الليزر؟ وطب الرجل بياخد عدد نبضات قد ايه؟ الايد بتاخد عدد نبضات قد ايه؟ يلا بينا في الفيديو ده نلم كل الاسئلة دي ونجاوب عليها. بس طبعا اللي لسه ما اشتركتش تدوس على زر الاشتراك، واللي متابعاني تعمل لي لايك وتشجعني، ويلا بينا على الفيديو الحلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بقى بينا نبدا الفيديو اللي كله مليان اسئله، وان شاء الله باذن الله ربنا يعيني كده واجاوب على كل الاسئله. من اول الفيديو كده شجعيني بلايك، واللي ما اشتركتش تدوس على الاشتراك وتفعل زر الجرس على طول. طيب اللي عملت الليزر وخلصت الجلسات خلاص كده خلاويص؟ لا مش خلاويص، لازم عشان نتيجة الليزر معانا تستمر وتقعد لفترات طويلة نعمل جلسات إعادة. بعد خلاص ما بنخلص الجلسات بتعملي جلسة بعدها بثلاث شهور، جلسة بعدها بثلاث شهور، جلسة بعد كده ست شهور، جلسة ست شهور، وبعد كده جلسة بعد سنة، جلسة بعد سنة، وبعد كده بعد سنتين، بعد ثلاث سنين. يعني المهم إن طبعا هيبقى في جلسات إعادة، وطبعا ده بيختلف البنت عملت وهي عندها 20 سنه 30 سنه 40 سنه. وفي ستات يعني بعتت لي قالت لي انا عندي 40 سنه ممكن اعمل ليزر؟ طبعا اعملي ليزر لو الشعر الاسود اللي عندك كتير والشعر الابيض قليل. ليزر ازاله الشعر بيأثر على الشعر الاسود لكن ما بيأثرش على الشعر الابيض. فلو انت ما عندكيش شعر ابيض كتير يعني 15 15 شعره لا اعملي، لكن لو عندك الشعر الابيض كتير لا ما تعمليش عشان ما ترميش فلوسك على الارض. طبعا لو انت عملتي وانت عندك 20 سنه اكيد هتقعدي تعملي جلسات اعاده كتير، لو حصل حمل وولاده هتعملي برضو بعد الحمل والولاده جلسات اعاده. لكن لو واحده مثلا عملت وهي عندها 35 او 40 سنه هتعملي بعدها بست شهور بعدها بسنه، يعني هيبقى الشعر كمان ضعف. وطبعا دي فروق فرديه من بنت لبنت، لست لست. ممكن واحده يكون جذور شعرها قويه جذور شعرها ضعيفه، فعلى حسب طبيعه شعر كل واحده. طيب السؤال اللي بعد كده، طب انا عملت جلسه الليزر، يعني في بنات بتعمل البيكيني الاندر ارم الشنب بس، لكن في بتعمل ايديها ورجلها وظهرها، همسك الكريم وادهن على ده كله؟ لا طبعا يا ست الكل، احنا بس بندهن البيكيني والاندر ارم والوش لانها مناطق حساسه. لكن لو انت عملتي ايديكي او ظهرك بنروح البيت بناخد دش ميه ساقعه كده وبعد كده بندهن كريم مرطب. يلا بينا اوريكو الكريمات. اول حاجه كده انت رايحه تعملي الجلسه المنطقه حساسه وهتتألمي هتحطي كريم مخدر بريدوكاين، هتحطي كريم مخدر بريدوكاين، مش عارفه بقى هو واضح لا مش واضح، بريدوكاين هندهنه. طب خلصنا الجلسه هندهن اي بقى ايه كريم فيه مضاد حيوي زي مثلا بيتا ديرم، بيتا ديرم او فيوسي كورت، بيتا ديرم او فيوسي كورت، ده المكان البيكيني الاندر ارم المناطق يعني الحساسه شنبنا بيتا ديرم وفيوسي كورت. طب خلاص روحنا البيت وخدنا دش ساقع كده، يبقى هندهن بقى جسمنا كله كريم مرطب. اسهل حاجه وابسط حاجه وعندنا كلنا طبعا نيفيا، وانا عندي هنا ده ريكانو لوشن، اللي يعرف يجيبه يستخدمه طبعا. ورقم واحد طبعا ميبو، بس ميبو في التلاجة بقى مكسله اقوم اجيبه. طبعا ميبو ده اساسي مع ليزر ازاله الشعر. بالنسبة بقى للشطورة اللي بتقولي انا عملت وشي ليزر ولما هيطلع لي شعر هعمله كده ايه بالفتلة او هعمله بالسويد، يبقى حضرتك كده بترمي فلوسك على الارض والليزر والشعر هيرجع يطلع تاني. بعد الليزر الاستخدام الوحيد لاي منطقة في جسمنا هو الشيفنج او الموس او الحلاقة. لو حضرتك عملتي فتلة او شيرة او سويت او شمع جذور الشعر هترجع تقوى والشعر هيرجع يطلع لك تاني. فاللي عملت ليزر ممنوع استخدام ولا الحلاوه ولا السويت ولا الشيره ولا الشمع ولا الفتله ولا السلكابيل اي حاجه، شيفنج بس بالموس بس حلاقه بس.
طب بالنسبه للاسئله اللي جات لي بقى، درجه الليزر المناسبه، درجه الليزر المناسبه دي الدكتوره او الاخصائيه اللي بتعمل لك هي اللي بتحددها حسب درجه سمك الشعر وحسب لون بشرتك، وغالبا الدرجات المناسبه 10 او 12 للناس اللي بشرتها قمحيه او شويه يعني ايه بيضه زي كده. وانصحكم ان انتوا تشوفوا فيديو اسرار ليزر ازاله الشعر، مفيش زيه على اليوتيوب كله، وهحط لكم اللينك تحت الفيديو في صندوق ايه، صندوق الوصف. وطبعا انا عامله ملف اسمه ملف ليزر ازاله الشعر، اللي عايزه تعمل ليزر وتبقى فاهمه موضوع الليزر لازم تشوفي الملف ده، ملف ليزر ازاله الشعر، برده هحطه تحت الفيديو في صندوق الوصف، او تدخلي على القناه هتلاقي قوائم التشغيل وهتلاقيه موجود ايه على القناه. السؤال بقى التاني المهم قوي، في بنات بقى بتقالت لي ان في مراكز بتعمل عروض على البادي يعني ليزر ازاله الشعر للجسم كله او الفول بادي ب 1500 وب 2000 جنيه، تقولي ازاي يعني هتعمل الجسم كله ب 2000 جنيه؟ وطبعا دوت هتشرحه لكم اخصائيه الليزر، وغالبا انا هحط لكم جزء من الفيديو مع الفيديو ده. يا بنات لازم تعرفوا ان في لعب كبير في مراكز التجميل او مراكز ليزر ازاله الشعر، هم جايبين الجهاز عشان يكسبوا منه، مش عشان ان هم يعني خدمه لله وللوطن. فحضرتك لما مركز تلاقيه هيعمل لك جسمك كله ب 2000 جنيه، لو هنقول ان النبضه بجنيه يعني 2000 نبضه، فهو حضرتك هتروحي عامله البكيني، عامله الاندر ارم، عامله الوش مثلا نقول 500 نبضه، وبعد كده يروح ايه حاطط هنا 200 نبضه، هنا 200 نبضه في الرجل، 400 نبضه في الظهر، مش عارفه عارفه انت اللي هو كده. وبيطلب منكم ان انتوا تعملوا حلاقه للشعر اللي في جسمكم، فحضرتك بتعملي حلاقه بتروحي البيت مش عارفه ايه الشعر اللي اتشال من ايه الشعر اللي ما اتشالش، وبيرجع الشعر يظهر. وطبعا غالبا لا يمكن هتاخدي مثلا ايه 5 6 7 جلسات وهتخلصي، غالبا غالبا هتاخدي 8 جلسات و10 جلسات عشان نتيجه الليزر تبان. فيعني اللعب كتير قوي في المراكز ديت، فانت حاولي دوري على مكان موثوق يكون صاحبتك عملت فيه، قريبتك عملت فيه، حد قال لك عليه، وبرضو انت هتجربي مثلا هتعملي 3 4 جلسات هتشوفي النتيجه ايه على جسمك، هتسالي على نوع الجهاز، فحاولوا يعني ايه تحروا الدقه في الموضوع ده. فلما يكون العرض مغري قوي كده فغالبا بيبقى فيه لعب في عدد النبضات في اللي هي مش هيديكي. طب لو انتوا عايزين تعرفوا بالظبط بقى عدد النبضات، انا تقريبا هقولها لكم ايه بالتقريب كده، بصوا بقى معايا. الايد يعني تقريبا الايدين الاثنين بتاخد تقريبا من 400 ل 500 نبضه، الرجل اللي هي الرجل كلها لحد الركبه بتاخد 900 نبضه، الرجل بالفخاد بتاخد تقريبا من 1200 ل 1400 نبضه. فانتم متخيلين ان الرجل بالفخاد بتاخد من 1200 ل 1400 نبضه، يبقى ازاي هتعملي جسمي كله 2000 نبضه؟ فاكيد الموضوع هيبقى فيه ايه لعبة. انا بحاول ايه اجمع لكم كل الاسئلة عشان يكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم. اخر سؤال بقى، البنات بتقولي احنا عملنا جلستين، هو الشعر هيقع امتى؟ انت مستعجله قوي، الليزر عايز صبر، يعني حضرتك مش هتظهر النتيجه الا بعد 4 5 جلسات. طب الشعر هيقع امتى؟ اول جلسات الليزر غلسه، والموضوع بيبقى محرج خصوصا في الشنب وفي الدقن وفي البكيني والحاجات دي كلها. بس ليزر ازاله الشعر عايز صبر، لازم هنستنى 3 4 جلسات عقبال كده ما يبدا المكان يبقى ناعم شويه. الليزر هيديك النتيجه المطلوبه ان هو يقلل الشعر وكمان الحبوب اللي بتبقى ظاهره وجلد الوزه مع الليزر ومع الترطيب. الموضوع عايز صبر، تقريبا عشان تحصلي على النتيجه اللي انت عايزاها بتقعدي سنه كده واحده واحده كده لحد ما بتحصلي على النتيجه. فما فيش واحده تقولي اصلا انا عملت الليزر والشعر ما وقعش، الشعر هيقع لوحده. لو واحده بقى مستعجله عشان مثلا هي بتخرج في جامعه او في شغل او متزوجه، والموضوع طبعا منطقه البكيني دي بتبقى خشنه في فترة كده كام شهر كده لحد الليزر ما بيجيب نتيجة فيها، طبعا احنا ايه بنحاول نعمل بالموس كده وعشان يعني نقلل الخشونة اللي بتبقى جامدة في المنطقة. يا ريت اللي عجبها الفيديو تعمل لي لايك واعملوا شير ارجوكم لاصحابكم، شجعوني باللايك والشير، وهحاول احط لكم جزء من كلامي مع اخصائية ليزر ازالة الشعر. وشكرا لكم. صباح الخير يا بنات، بالنسبة للبنات اللي سألتني قبل ما بنروح نعمل جلسة ليزر ازالة الشعر نزيل الشعر ازاي او ايه هي الطريقة، يا ريت تفيدينا يا دكتورة. بالنسبة قبل الجلسة ممكن تعملي شيفينج بس قبل الجلسة، بس يعني يستحسن انك ما تعمليش شيفينج لرجليكي او ايديكي،
احسن حاجه ان الشعر يروح قدام عينيكي بالليزر. يعني البنات والستات اللي قالت لي احنا رحنا مراكز وطلبوا مننا ان احنا نعمل ازاله شعر بالموس لجسمنا كله، ده غلط. ده غلط. اولا بص حضرتك، البطن والظهر الشعر اللي فيهم بصرف النظر عن كميته قد ايه، هو اوريدي الشعر مش تخين الا عند ناس قليله قوي تبقى عندهم مشاكل هرمونيه لازم الاول تتعالج قبل ما يعملوا حاجه. لكن بالنسبه للبطن والظهر لو الشعر فيهم خفيف وانا حلقته هيتقل وهيكتر، زائد ان اللي بتعمل لي الليزر مش هتبقى شايفه اصلا الشعر. نفس الموضوع الايد والرجل، انا ما بحبش حكايه الحلاقه فيهم لان انا مش شايفه المكان اللي اتعمل فيه ليزر اتعمل فيه الحلاقه. انا لازم اشتغل شعر موجود عشان ابقى متاكده ان الشعر اللي انا عملته في الجلسه دي خلص من الليزر، راح من الليزر، مش عملت شيبنج، مش انا اللي عامله شيبنج الكميه اللي انا عايزاها. المراكز كتيره قوي عامله العروض قليله جدا والناس تروح عامله شيبنج يضربوا الكميه اللي هم عايزينها بالشكل عشوائي او واتيفر، يعني الشكل اللي يضربوا بيه، بس يضربوا الكميه اللي هم محددينها ما تخسرهمش حاجه. يعني الدكتوره بمنتهى الامانه كده بتفهمكم ان المراكز اللي عامله عروض باسعار قليله، يعني هنعمل الفول بادي مثلا ب 2000 جنيه، هي بيعملوا كده عشان بيقولوا لك اعملي شيفنج قبل ما تيجي، فانت هتبقي حلقه اصلا جسمك، وهم هيضربوا عدد نبضات معينه مش اللي هي تماثل الشعر اللي في جسمك، لان انت اصلا شايلاه بالشيفنج فانت مش عارفه ايه اللي اتشال وايه اللي ما اتشالش. لكن شعر الجسم لما يتساب وهيتضرب النبضات انت هتعرفي انت شلتي ايه وما شلتيش ايه. يعني معنى كده شعر الجسم ما نشيلوش، لكن شعر البكيني والاندر ارم هو الـ البكيني اساسي، لكن الاندر ارم ممكن حتى الاندر ارم الناس عندها شعرها مش تقيل في او لو هيتشال يبقى متكسر، او هي تكون حلقاه قبلها باسبوع قبلها ب 10 ايام. ده الناس اللي بتعمل لك بتعمل جلسات في الاول، لكن بعد كده اللي بيجيلك بوضعه عشان تشوفيه من بعد الجلسه الاولى ما بحتاجش اعمل، ولو احتاجت اعمل حاجه بعملها وهي قاعده، يعني بخلص الجلسه واوريها والشعر محروق ونشيله واحنا قاعدين. البكيني بيتعمل لان البكيني صعب الشعر بتاعه ياخد ليزر ويدخل للجذر عشان الشعرايه تقيله وتخينه وسميكه وبتلف وبتشقق. الناس بقى المراكز بقى اللي واخده دي حجه يقول لك لا احنا مش عايزين الشعرايه طويله عشان مش هتاخد الليزر. لا بصي، البكيني عشان الشعر متشابك سوا، لكن الرجل لا، الرجلين مش الشعر مش كثيف للدرجه.